التجربة ديال الاتحاد الدستوري كما وصفت يعني انت دابا كانت تجربة مهمة في حياتك، انك عرفتي بها بزاف الحوايج في السياسة. ما مؤخرا بزاف الناس كيقولوا بان مصطفى باغي يطير مع الحمامة، زعما لا كاين شي اتصالات كتكون مع حزب انا التجمع الوطني للحرار. صراحة جاوبني صراحة. لا هذه انا ديما صريح، انا ما كنكذبش. الصراحه هي انا جيت سي اخ نوش، كنعرف راجل معقول، راجل مزيان، راجل كيبغي يخدم البلاد، كيبغي يعاون. داكشي علاش بغيت نتاخد نمشي مع 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 سي اخ نوش، بغيت نمشي مع الاحرار، بغيت نمشي مع الحمامه. مي شفت سي اخ نوش، هو معقول، راسه معقول، وبغى يدير معقول، بغى يدير بزاف د الحوايج، بغى يغير. مي الناس اللي معاه، لونتوراج، لونتوراج ديالو، والناس اللي حاط في تعرف الناس اللي دابا اللي شفت انا اللي حاط في الجهات باش داك الملصقين اقليميين، الملصقين جهويين اللي كيعطيو الذكيه، اللي هما براسهم كيبيعوا ويشريوا في الذكيه. ودابا انتوما واش انتوما دابا بقيتوا كاين واحد الرئيس ديالكم كيقول لكم ها الفلوس، ها خدموا، جمعوا لنا الناس، شوفوا لنا الناس اللي غينجحوا بالمعقول بكل شيء. انتوما هاد الملصقين كيمشيو كيشوفوا هذا بغى يترشح، هذا بغى يترشح، هذا بغى يترشح، كيشوفوا هذا ما غنجبدوش منه الفلوس، واخا يمكن عنده الاصوات وعنده الناس كيبغيوه بالحق. هذاك الملصق كيقول لك هذا ما ندي معاه والو، كيمشي عن هذاك اللي ما عندوش وكيقول له اجي انت بغيتي تاخذ فيها كح قدا وقدا، وهذاك اللي ما عندوش وبغى يطلع باش ما كان، وبداك الحزب غيطلع باسكو الحزب في لاباز عنده واحد لاباز، واحد الانطلاق زوين غير الحزب بلا ذاك الشخص ياك. مي كيجي الملصق الاقليمي ولا الملصق الجهوي كيقول كيمشي عن واحد اخر. دابا انا بحال دابا هاد السيد عنده واللي مشينا عطيناه التزكيه غيطلع بالناس اللي بغاوه، وغيطلع بالمعاونه ديال الحزب. كيمشي لا ما يمشيوش عنده هو، حيت هذاك راه ما غيعطيش، يمشيو عن واحد اللي ما عندوش الحق، بغى يطلع باي اي اي صفه. كيمشي كيخلص على هذاك الذكيه، هذاك الموسيقى الاقليمي كيعمر جيبو كيعطيه الذكيه، كيقول الفوق كيقول لهم هذا السيد راه عنده وراه خدام وراه الناس كيبغيوه، هذا كيكذبوا على الفوق. دونك نفهموا مصطفى من القطع، نفهموا من الكلام ديالك لانك انت صريح تدوي بصراحه، دويتي بالواقع انك انت بغيتي تلتحق بحزب الحمامه، التجمع الوطني الاحرار، ما لونتوراج ديالك في عزيز اخنوش هو اللي منعك، والتصرفات ديالهم هي اللي منعك. هي اللي منعتني فريمون.